السلام عليكم خواتاتي، اليوم ندير لكم خلطة جزائرية هايلة وتجمجمرة ومليحة. شوفوا وش فيها، خلينا شوية نقصوا من الخضرة والدجاج وكذا. وش فيها؟ فيها بصل، فيها طماطم، فيها جزر ولفت وقرعة، وفيها بطاطا. والسر تاعها هو الفول. الفول نشمخوه ونقيوه ونديروه. نبدأ على بركة الله. نبدأ بالبصل. البصل نحطه في الزيت، يتقلب هكذا كما راكم تشوفوا. واش نديروا له؟ نديروا له شويه كركم، يا راهو مفيد دركا للصحه. ديروا له العكري، هو حلو. اللي يحب يزيد الحار يزيد الحار، اللي هي في المشارقه يعيطوا له بابريكا. زيدوا له راس الحانوت اللي مخلطه بالتوابل، بيس زيدوا قليل من الملح، زيدوا غير فتاة طماطم معلبة، نبدأ نقليو. سيوها والله تجي هايلة. نبدلو شي دجاج، لحم، كل مرة حاجة. خضرة تانية ومليح. من بعد نزيدو الخضر، هاذيك تاع الجزر، بطاطا زهودية وبطاطا، نزيدو كاع دفعة واحدة. والطماطم والسر يا خاوتي خواتاتي هو الفول. ونخليها تتقلى شوية، واللي عنده حار 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 يحط الحار. خليوها هكا تتقلى كما راكم تشوفوا. بعد نزيدو لها دفعة واحدة الماء الساخن. شوفوا خوتاتي دوكا يتجمرت تمنا، الله الله. نحطو لها هكذا قرينحة من هذا الحار، نحطوه في الداخل هكذا، نحطوها ونخليوها يطلق البنة هذيك دوك دقيقة ونوريها لكم صح التقليد. شوفوا خوتاتي ها هي جاتنا متجمرة، الله الله، بقرينحة. صحتكم صحتي. شوفوا هاو الفول فيها، هو الصح اللي قلت لكم، والجمجمرة هايلة. جربوها ودعموني وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد، وبقاو على خير.